السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار الدعم المتواصل لألعاب الصالات بالنادي الأهلي، أعلنت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي منذ قليل تعاقدها مع لاعبة الفريق الأفريقي التونسي اللاعبة سندس حشانة لتدعيم فريق السيدات بكرة اليد. تعد هذه الصفقة هي الثانية من تونس بعد صفقة تعاقد النادي الأهلي مع نجم فريق الترجي التونسي أسامة الجزيري، وهي الصفقة التي تترقب جماهير النادي الأهلي مشاهدتها قريبا مع فريق النادي الأهلي لكرة اليد. رجاء سجل الاشتراك وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسى عمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.